تلقى السعادة وفي العبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم رمضان كريم 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 رحمن رحيم 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 في العبادة تلقى السعادة وفي العبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم يا اللي تحلم بالغفران راكع ساجد للرحمن، يا اللي تحلم بالغفران راكع ساجد للرحمن. تعال نتوسل بالعدنان، تعال نتوسل بالعدنان ونطلب من رب رحيم. رمضان كريم رمضان كريم 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 رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم 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 رحمن رحيم رحيم رحيم. وفي العبادة تلقى السعادة وفي العبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم. يسلم هالصوت ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك محمد أبو الورد وللفرقة أكيد بيقول أيام رمضان أكيد ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية والقبول أكيد والطاعة. أهلا وسهلا فيكم بصباح سوريا. أهلا فيك الله يسعدك علينا وعليكم إن شاء الله. طبعا أكيد بدنا نعايد على كل مشاهدينا، وبدي أعايد عليك يارا وعلى الكادر كله كادر تلفزيون سوريا بما أنه هلأ صار لنا الفرصة. هلأ بدنا كاميرا تلفزيون سوريا كمان استضافت هاي الفرقة حتى هيك نبلش اليوم بأولى أيام رمضان. هاي الإضافة كانت فعلا هيك مميزة. شكرا لكم لهذا الصوت الحلو وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا بأول أيام رمضان. إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية. يعني من إمتى بلشتوا بالغناء؟ يعني نحن من أيام كنا بسوريا بمدينة حلب. يعني نحن بالنسبه لنا الشيء اللي نحن عم ننجده يعني وعينا عليه، نحن يعني ربينا عليه. ان كان مثلا انا والدي منشد. الشباب اللي معي، الشباب اللي استضفتوهم معي ما شاء الله حولهم كمان يعني اباء منشدين، يعني من مشاهير حلب، يعني من المنشدين الكبار. فنحن اترعرعنا وتربينا يعني تحت اكناف يعني ابائنا، والحمد لله رب العالمين. يعني بديت حاولنا انه نمشي على نفس المسار يعني ونكمل بهالمسار من صغر يعني ومن لما كنتوا بسوريا. طب محمد ايمتى بلشت هون تجتمع انت والفرقه تنشئ هاي الفرقه وامتى بلشتوا بالانشاد؟ هلا نحن في بيناتنا يعني كثير صداقه واخوه في حلب، واجينا لهون يعني نحن كعاده بعد ما عدت علينا هالحرب القاسيه يعني، واجينا لهون تواصلنا مع بعض عبر التواصل الاجتماعي و بتعرفوا بعض من قبل. هلا في صديقي محمد معي، محمد شوكي. والله يا ريت نحن تعرفنا عليهم على اسمائهم اكيد. الاخ محمد شوكي اهلا وسهلا، وعبد القادر خنطوماني، والاخ عمار زينو. محمد شوكي نحن يعني نحن سوا من عمرنا 6 سنين. بنشتغل بفرقه وحده، كنا يعني كان يسمونا البراعم. براعم الانشاد يعني في حلب، يعني حتى انه شاركنا كثير بمهرجانات كبيره ويعني عبر مدن كبيره يعني مثل الشام مثل حماة مثل حمص. بالنسبه لاخينا عبد القادر خنطوماني والده المنشد
طاهر خرطوماني وجده يعني من كبار حلب يعني. نعم. والاخ عمار زينو كمان اخوته يعني كمان مشهورين بحلب يعني ومعروفين الحمد لله. شو سر الانشاد وحلب هاي المحافظه؟ الانشاد يعني هو شيء اساسي بمدينه حلب صراحه. الانشاد يعني نحن حتى وقت بندخل على المساجد سبحان الله تعودنا على ابتهالات وابتهاجات رمضان بالانشاد. حتى كان في قبل الاذان في تسميع صحيح، ووقت ندخل على المسجد في انشاد، وسبحان الله يعني شيء ربي فينا. حتى وقت جينا لهون على هالبلد وصلنا مثلا متغربين تقريبا 6-7 سنوات، هذا الشيء كل سنه نحن عم نحييه بيننا وبين نفسنا، ما يعني ما منزول عنه ابدا يعني. خلص كبرتوا على هذا الشيء لأن... بالضبط بالضبط. خلينا نرجع نسمع شيء منكم. ايه تكرم عينك. يلا الله يسعدك يا رب. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، إن كان إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا مددت يدي فمن ذا يرحم. يا رب يا ربي بالخل الحبيب محمد نبيك وهو السيد المتشفع، أنلنا مع الأحباب، أنلنا مع الأحباب رؤيتك الذي رؤيتك التي إليها قلوب المسلمين تسارع. أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب العاشقين تسارعون، السمات هواك لنا أرجو، تحيا وتعيش بها المهج، ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا
دخلوا منها خرجوا، دخلوا فقراء إلى الدنيا، وكما دخلوا منها خرجوا، قوم فعلوا خيرا فعلوا، قوم فعلوا خيرا فعلوا، وعلى درج العليا درجوا، نسماتها وكلها أرجو، تحيا وتعيش بها المهج، ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. محمد، الأناشيد الدينية هل هي تراث مثل ما قلت إنه من أهليكم، استجد عليها شيء، في شيء ممكن بهي الأيام انكتب جديد، انعمل جديد؟ طبعاً استجد عليها شيء جديد، لكن هي تراث طبعاً، يعني نحن بنعتبرها من تراث حلب الأول، يعني نحن حتى المطرب، يعني إن كان بقولوا عليه بالشكل الصحيح مطرب صح، أول شيء بطلع بيمشي بمجال الإنشاد، بعدها بيشتغل بالطرب، يعني بيشتغل بالقدود الحلبية مثلاً والطقطوقة الحلبية مثل ما نحن بنسميها، بعدها بأكمل بالطرب. السبب إنه نحن في عنا روحانيات حلب، في عنا شيء بنرجع للحديث الأول ربينا عليه، هو الزوايا الصوفية يلي هي كانت شيء من أساس حلب. فكنا نشوف الإنشاد في المسجد، فشيء نحن مجبرين إنه كنا نشوفه، فلهالشي الخلق بتأخذ هالروحانيات وبتأكمل المسير. يعني شيء نعيد أولا وآخرا نربينا عليه، يعني وراح نضل يعني مكملين بهذا نمشي بهذا الشيء. طيب هلأ كفرقة، فرقة شمس، أنتم موجودين هون، شو بشو المناسبات اللي بتشاركوا فيها؟ قديش بتلاقي إنه في يعني تفاعل أو فعلا رغبة من العائلات العربية أو السورية إنه يكون في فرقة أو فرقة إنشاد موجودة؟ شيء أساسي عند كل سوري صراحة. نحن هون يعني بتلاقي في إقبال باسطنبول. نحن هي فرقة شمس الهدى أسسها والدي المنشد عبد القادر أبو الورد بحلب، وأنا أكملت فيها يعني صراحة بعد الوالد، وأجيت لهون على تركيا، ونحن هون يعني عم نشتغل بشكل فعال يعني بهالبلد، حتى السوريين يلي إجوا لهون حتى صاروا يرغبونا غير السوريين، صرنا نشتغل مع يعني مع دول عديدة، يعني مع فلسطينيين، مع يعني عدة دول، يعني الشيء نحن يلي عم نتدرب عليه ونشتغل عليه يعني لازم يكون موجود في كل بيت وفي كل أسرة. يعني صراحة الفرح هو أساس كل شيء، فنحن الحمد لله يعني الله جعلنا أحد أسباب الفرح. طب لكم تسجيلات معينة محمد؟ طبعا في لنا تسجيلات على اليوتيوب، طبعا طبعا في حفلات سورية كتير، نحن مقيمين بهالبلد يعني وبعدة يعني محافظات، في معارض أو مثلا تجمعات لحتى يكون في مشاركة بين الأتراك وبينكم مثلا بهيك هلا أنا أناشيد. أول من جيت على تركيا سويت بمهرجان بأنقرة شاركت فيه مع الأتراك، لكن بعدين ما صار فيه، يعني صراحة نحن اكتفينا بشغلنا، يعني صراحة الشغل مع العرب وهون باسطنبول يعني حجم الشغل كتير كبير. نحن هلا بس جينا، والله أنا حالياً عندي يومياً مثلاً التزمت مثلاً في برمضان. بعد رمضان بيجينا العيد، بيجينا الأفراح، يعني بتجي بشكل كتير طبعاً. كتير كتير يعني قوي يعني ضخم، فنحن ما عندنا مجال إنه نشارك مع الأتراك، لأني صراحة وقت عم نشتغل معهم إذا ما كان في عنا نحن شيء تركي نقدمه، وهنن الله أنا شاركت معهم بمهرجانات الأنقرة وبالشيء الديني شاركت معهم طبعاً، لأني في عندهم كمان زوايا صوفية كتير الأتراك. تماماً صحيح. لكن بالمجال الطرب لا، ما شفنا، ما في مشاركة كتير يعني. نحن نستغل فرصة نسمع صوتك لسه أكثر وأكثر، يا ريت نرجع نسمع شيء ثاني. تكرم عينك، تكرم عينك. يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي
عصيك تسترني يا رب، عصيك تسترني أنساك تذكرني، عصيك تسترني يا رب أنساك تذكرني، فكيف أنساك، فكيف أنساك يا من لست تنساني، يا رب، يا رب عبد من عذابك مشفق بك مستجير من لظني راني، فارحم تضرعه إليك، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجالس له الله الله. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجالس يعني. شكرا شباب، فعلا العفو. كان العفو. كان ممتع جدا، واصوات فعلا مميزه يعني، حتى عم نسمع الشباب هناك يعني. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير ورمضان كريم عليكم يا رب. وانتم بخير يا رب. شكرا لك محمد ابو الورد واعضاء فرقه شمس الهدى، شكرا لوجودكم معنا بصباح سوريا، وينعاد عليكم عن جديد. نهاركم سعيد اكيد. شكرا لكم، نهاركم سعيد كثير. شكرا.